التحكيم، لانه الاهلي كان طلع بيان شديد اللهجه بعد ماتش طلائع الجيش، وقال كده بنص البيان انه ما جرى في مباراه الاهلي وطلائع الجيش من جانب حكم المباراه وحكم الفيديو كشفت ان مثل هذه الاخطاء منذ بدايه الموسم لم تكن تقديريه. خلي بال حضرتك من الكلمات. قمنا بمخاطبه اتحاد الكره مرات عديده، حذرنا من تكرار الاخطاء غير المقبوله للحكام التي نسفت مبدا تكافؤ الفرص. ده كان بيان النادي الاهلي. غياب العداله ينتظر الاهلي زي ما قالوا كده الرد بشان استخدام حكام اجانب، ودي النقطه اللي عايزين نسال عليها، من التصنيف الاول مباريات الاهلي القادمه في السوبر المصري وكاس مصر، وعايزين ايجاد حلول قاطعه مع لجنه حكام والقائمين على انطلاق الموسم الجديد. هنعمل ايه امام هذا كلام من النادي الاهلي؟ لا بص، نقسم الموضوع ثلاث حاجات. اتفضل. اول حاجه، في اخطاء حصلت، اكيد في اخطاء حصلت. الاخطاء دي انا قلت الحقيقة انا باكدها انها موجوده في كل حته في العالم. نعم. خلاص مش يعني مش عايز اقعد. نعم. مساله ان الاخطاء مقصوده، انا برفض تماما فكره ان الاخطاء تكون مقصوده. الاخطاء طبيعيه وهتحصل وبتحصل وهتتكرر. مش شرط نفس الخطا، لكن هيحصل اخطاء. بنحاول نقللها ونحد منها ونطور الحكام ونعمل معسكرات. احنا بادئين من يوم 4. طب ده ما بيتحاسبش؟ بيتحاسب طبعا، بس انت بتتكلم ان هو لما بتوقف مع مباراه بتلعب كل 3 ايام و4 ايام، فانت بتشوفه بعد 10 ايام تقريبا مره ثانيه. فبتحسش ان هو اتوقف، لان العدد اللي حاصل على الرخصه هو عدد مش كبير، فبيتكرروا وبيتكرروا. هي دي برضو من ضمن الاسباب اللي احنا ان شاء الله بنراعيها وعلاجها، وعندنا معسكر باذن الله عدد اكبر ياخد رخص الانديه. ويمكن الاسبوع الاخير في 6 حكام لعبوا اول مره يلعبوا في الدوري، اللي هو 6 ماتشات ما تلعبش فيهم بفار، لانهم لازم يبقى معاه رخصه عشان يقدر يلعبوا، وما كانش معاهم رخصه. منهم كانوا متميزين في الدرجات ومعاهم وغيرهم كتير كمان. كويس. فدي نمره واحد. نمره 2، ده واحد في التقسيم. نمره 2 في المساله هي مسألة، خلينا نرد على نمرة 3 وبعدين نرجع لنمرة 2. نمرة 3، أنا لجنة الحكام اللي موجودة بذلت مجهود كبير جدا جدا جدا. أنت مش متخيل، إحنا لعبنا حوالي، لو بصيت في النهارده على موقع الاتحاد على مسابقات القسم الأول والثاني والثالث والرابع والجمهورية، حوالي 7000 مباراة، بالإضافة لحوالي 8000 مباراة مختلفة في المراحل في الفروع. فأنت بتتكلم في لجنة تقريبا أدارت 15000 ماتش، بعدد إحنا عندنا عدد كبير جدا من الحكام في الدرجات المختلفة لحد الصالات والنسائية وخلافه. نعم. فالأدار 15000 ماتش، وعنده بعض ممكن يكون طبعا عنده بعض الدروبات وبعض الأخطاء، مش كلها هو مسؤول عنها. مين اللي معاه رخصة، مين معهوش رخصة، مين اللي قاعد في أوضة الفار، مدى الخبرات، حجم الخبرات اللي انا بتكلم على الدوري المصري، مش انا بتكلم على الدوري المصري. اه انا بتكلم على الدوري المصري. ازاي ما يبقاش عندي الخبرات؟ انا بتكلم لا انا بتكلم انت النهارده عندك الفار. حضرتك عندك اكتر من 9 او 10 بيقعدوا في اوضه الفار، هم مش من الحكام اصحاب الخبره، هم حكام شباب واعدين ما كانوش اصحاب خبره، وتوقف الرخص عند كده. مفيش عدد اكبر، يعني محمد الحنفي واحد من اكتر حكام خبره، هو ما يقدرش يقعد في اوضه الفار لانه معهوش رخصه انه يكون موجود في الاوضه. محمد معروف حكم دولي معهوش رخصه انه يقعد في الاوضه. في حين ان في مجموعه من الشباب، محمود وفا، محمود ناصف، سيد شعبان، حسني سلطان، حسام عزب، خالد الغندور، مش وغيرهم، هم ممكن يكونوا من جيل لسه اصغر في السن، لكن ما عندهمش نفس الخبره، ما قدروش عدد كافي من المباريات. هم كانوا موجودين، لكن في عدد كبير من اصحاب الخبره ما هماش موجودين، ففي تفاوت في المساله. يعني في زي ما محمود عاشور حكم قديم، حكم فار وراح الاولمبياد، في شباب صغير برضو مع الضغوط، مع حجم الماتشات، مع الخبره، احساس الملعب، ممكن يكون برضو ده محتاج الفتره اللي جايه تطوير. وفي معسكرات هتبدا من 4/9 ل 15 عشان مساله اضافه ايد وتراخيص جديده لعدد جديد. كمان المجموعه اللي بتقدر تسفر في الدوري هم 21 واحد، لو استبعدت منهم 4-5 ما بين اصابات وحكام بتسافر، فيبقى العدد المتاح قدام اللجنه الاختيار ولاداره المباراه هو مش عدد كبير اساسا. فدي في نمره 3. مش عايز اظلم اللجنه اللي موجوده، هي بذلت مجهود كبير جدا 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 جدا، وانا بقول لك انا من حيث الامانه، يعني ثق في كلامي، من حيث الامانه اثق فيها بنسبه 100%. لا لما قبل ما هنروح للثالثه المهمه، هنروح الثالثه المهمه قبل الثالثه المهمه، اللي بيكون فيه خطا بالعين مش محتاج فار، بغض النظر لمين. لا لا، في أحكام، انا ما بتكلمش على الحكام، انا بتكلم على هو، لا انا بتكلم على نمره 3 اللي هي بتاعت اللجنه القائمين على التحكيم، مش الحكام. نعم. فانا بقول لحضرتك ان هو في بعض الحاجات هم مش بس اللي مسؤولين عنها، لكن خلاص هو ده الامر الواقع. وجود الفار بعض الـ 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 الامور اللي ما تمكناش الموسم الجديد ولا لا ولا صعب؟ لا لا طبعا في في الفار هنراعي ده طبعا. ده في ان شاء الله باذن الله في تعديل، في تطوير
في الفار نفسه في التدريب للحكام وفي عدد اكبر من الحاصلين على رخصه عشان يبقى عندك مساحه ان لو حد اخطا يقعد فتره اطول وحد تاني يقدر ياخد فرصه. النقطه الثالثه مساله الحكام الاجانب. انا عايز اراجع مع حضرتك كده المباراتين اللي طلب فيهم حكام اجانب، انا بقول لك انا بعتبر انهم كانوا احسن مباراتين تحكيميا في الموسم اللي فات. يعني لو انت بصيت